زي ما شفنا مع حضراتكم يعني حسام، الحقيقة طبعا بحييك وبحيي ضيفك الكريم. اتكلمتوا على مختلف المشروعات السكنية ومختلف المرافق وكمان البنى التحتية الموجودة. يمكن ده اللي دايما بنقوله، انه المشروع السكني او المشروع العمراني مش بس طوب ورملة وبنبني وحدة، بالعكس ده يعني شقق او وحدات، يعني ناس يعني مرافق وخدمات وطرق وغيره، حاجات كتير جدا لازم تكون موجوده، مستشفيات، مدارس، صحيح، فرص عمل، صحيح. يعني الناس اللي شغاله امبارح، يمكن كان حظي ان انا قابلت عم نور امبارح على اللودر، راجل بشوش كده ووشه سمح وشبه المصريين اللي احنا عارفينهم كده، اللي قلبهم طيب وبيبتسم، ويعني كان هاممني جدا ان انا اشوف ظروف عمل الناس. صحيح. الناس اللي شغاله هنا اللي بقالها اكتر من سنه او سنتين موجودين، بيبنوا، بيستصلحوا بعض الاراضي عشان تتعمل مناطق خضراء، بيبنوا عماير، بيبنوا جوامع، بيبنوا المستشفيات، بيبنوا المدارس. الناس فعلا مبسوطه، واي نعم عدد ساعات العمل 12 ساعة الشمس زي ما انت مع شايف. الشمس متعب بكل تأكيد، بس يعني الشقة لما بيكون شقة حلال بيكون صحيح. وخليني اقول لك انه انا برضو كلمت مع بعض العمال اللي كانوا موجودين هنا من امبارح، هم فاهمين يا حسام هم بيعملوا بالزبط. ايه، وفخورين جدا ان هم شغالين في هذا المشروع. يمكن واحد من العمال قال لي انا فخور ان انا بشتغل في المشروع ده، وهحكي لاولادي وافهمهم ان دي مشروع قومي ومشروع مهم. انا اتبسطت ان هم فاهمين مش مجرد فرصه عمل بتتوفر بالزبط. وخلاص. انا مش جاي هخدم في شغلانه لمده شهر ولا سنه ولا اتنين، لا، ده انا بعمل حاجه، بعمل خدمات، وحاسس ان انا فعلا بستفيد ماديا، وكمان بفيد البلد وبفيد ناس شغاله. ومن ضمن الحاجات المهمه، انت كنت صورتي امبارح محطه تحليه المياه. صحيح. يعني احنا لما بنتكلم على تنويع مصادر المياه في مصر والحفاظ على المياه والحفاظ على الموارد المائيه، مشروعات لتبطين ترع، مشروعات لمعالجه مياه الصرف الصحي عشان نقدر نستخدمها في الري الزراعي، كمان مشروعات، واول محطه لتحليه مياه البحر كانت هنا في المنصوره الجديده. المحطة دي جمانة صورت فيها امبارح عشان تورينا ازاي المحطة دي هتقدر تخدم مدينة المنصورة الجديدة وتكون نموذج يحتذى به في باقي محافظات الجمهورية الساحلية. نقدر ناخد مية البحر ونحليها، نستفيد، نقدر نستفيد من جميع مواردنا، لانها ربنا رزقنا بموارد كتير جدا، منها مياه البحر نقدر نستفيد بيها ونشرب مياه حلوة. بعد اذنك نروح نشوف التقرير وتصويرك امبارح في محطة مياه تحلية مياه البحر، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. صباح الخير يا مصر في كل مكان، اهلا بحضراتكم مره تانية. لما بنقول ان مصر بتخطو خطوات واثقه وثابته وواسعه تجاه الجمهوريه الجديده، ده مش كلام مرسل، بس ازاي مصر تقدر تقوم بده؟ احنا النهارده مع حضراتكم من مدينه المنصوره الجديده. هذه المدينه هي واحد من اهم المشاريع الموجوده، واحده من اهم المدن الذكيه ومدن الجيل الرابع. كمان في مشروع مهم جدا وهو محطه تحليه مياه البحر الموجوده في مدينه المنصوره الجديده. الحقيقه مشروع كبير جدا وهيخدم عدد كبير جدا من المواطنين. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من المهندس حسام ندى، رئيس محطه تحليه مياه البحر في مدينه المنصوره الجديده. صباح الخير على حضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. خليني ابدا مع حضرتك في البدايه، يمكن احنا مش متعودين قوي على مصطلح محطات تحليه المياه، فخليني اعرف من حضراتكم، اعرف الساده المشاهدين كمان، محطات تحليه المياه دي يعني ايه؟ ايه اللي بيحصل فيها؟ احنا للاسف تاخرنا شويه في ان احنا نبتدي نسمع عن هذه المحطات هنا في مصر. والله يا فندم، هو في اطار الدوله للحصول على تعدد مصادر المياه الصالحه للشرب، ابتدينا نتجه ولازم كان ننظر ان احنا نحلي مياه بحر. طبعا مصر عندها كميه شواطئ باطوال كبيره، كان المفروض ان احنا نستغل الاطوال دي من زمان. تحليه مياه البحر موجوده منتشره عالميا، من اوائل الدول العالميا شغاله في موضوع تحليه مياه البحر هي اسبانيا، عندنا في المنطقه في الشرق الاوسط السعوديه تعتبر من اكبر الدول اللي فيها اكبر محطات انتاج
مياه محلاه. احنا هنا في مصر ده الدوله من ساعه ما اتجهت للمشاريع دي اتعمل ثلاث محطات بالساعات الكبيره دي، وهنا دي رابع محطه على مستوى الجمهوريه. دي بتتعمل في مدينه المنصوره الجديده، لان مدينه المنصوره الجديده لسه مدينه جديده تحت الانشاء، احنا شغالين فيها بشكل كويس، وفي نفس الوقت الاعمال البحريه قربت على الانتهاء ان شاء الله. طيب احنا متوقعين ان شاء الله المرحله الاولى تبتدي، يعني تبتدي بقى الناس تحس فعلا ان شاء الله مردود هذا المشروع انت. ان شاء الله التشغيل التجريبي 30/8 ان شاء الله نبتدي في التشغيل التجريبي من اول 30/8 باذن الله. 30/8 ده 30/8 يعني ده شهرين ان شاء الله، وباذن الله ننتهي من نبقى فول كاباسيتي، الانتاج يبقى بالكامل القدره ان شاء الله على 30/11 باذن الله نحن ربنا. طيب لو مدينه المنصوره الجديده زي ما حضرتك قلت فول كاباسيتي، وطبعا ده متوقع ليها لانه وجود جامعات ومستشفيات ومدارس، يعني في خدمات كتير قوي موجوده فيها، هل محطه تحليه مياه مدينه المنصوره الجديده كافيه انها تقدر تساعد او تمد الناس الموجوده في المواطنين الموجودين في مدينه المنصوره الجديده، ولا ممكن نحتاج محطات معاونه ليها ثانيه؟ لا 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 لا، محطه تحليه مياه البحر في المنصوره الجديده ال 160 الف متر مكعب هتكون كافيه جدا للمدينه، خاصه ان المدينه متخططه لانها 700 الف مواطن، ف 700 الف مواطن 160 الف متر مكعب هيبقى كافي جدا ان شاء الله. طيب كورونا الى حد ما عطلت الدنيا شويه، ازاي اثرت كورونا على الشغل هنا؟ هل كان لسه بداتوا اصلا ولا كان لسه يعني كورونا اثرت على العمل؟ لا احنا للاسف الوباء بتاع الكورونا جانا اثر علينا اكتر حاجه فيها ان اغلبيه المعدات بتاعتنا مستورده، واغلبيتها بتصنع في المانيا واسبانيا اللي هم البلدين اللي كانوا السيزون اللي فات في كورونا كانوا تعرضوا لاكتر اغلاق يعني، فده اللي عطل شويه في مرحله التصنيع بتاع المعدات وشحنها. اي مشروع عشان نحقق الاستدامة لازم يكون في صيانة دورية، خاصة لو حاجة متعلقة بالشرب، لو هنتكلم يعني بشكل محدد فكرة الصيانة الدورية لهذه المحطة هيكون شكلها ايه؟ ولو هنتكلم تحديدا عن فكرة التأكد من عدم رجوع الملح مرة تانية في المعدات، لو انا يعني انا طبعا ممكن يكون مصطلح مش علمي قوي بس بحاول يعني اسأل حضرتك على حد ما انا فهمت. لا يا فندم، المحطة هنا اساسا احنا واخدينها يعني تشغيل كمان، تشغيل وإدارة لمدة سنة من بعد ما نخلص المحطة، وفي نفس الوقت هنكون في الفترة دي بندرب الأطقم بتاعة هيئة المجتمعات العمرانية اللي هتبتدي تشغيل المحطة بعد مننا إن شاء الله. فدي نقطة ما تخافوش منها قوي، لأن عندنا كوادر الحمد لله قادرة وكفاءة إنها تشغل المعدات دي بكفاءة 100% إن شاء الله. طبعا يا فندم أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات، ويعني زي ما قلت مشروع مهم جدا واتجاه كان لازم نبتدي نشتغل فيه، والحقيقه دخلنا فيه بقوه زي ما حضرتك قلت، وفكره ان احنا كمان دلوقتي كل القائمين على هذا المشروع كلها ايادي مصريه 100% ولم نستعن باي خبرات كمان اجنبيه، فده شيء هايل حقيقة. شكرا جزيلا يا فندم، ميرسي جدا. طبعا المهندس حسام ندى رئيس محطه تحليه مياه مدينه منصوره الجديده، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا جزيلا.